أولا أشكر قناة العدل الإخبارية على الاستضافة. بالنسبة لإقليم دارفور، يعني إقليم دارفور بيعتبر يعني من المناطق الحساسة جدا في السودان بالتحديد، وبرضه يعني كان من المتوقع إنه تشهد برضه اشتباكات كجزء من تداعيات الاشتباكات التي نشبت في الخرطوم بالتحديد. لأنه بالنسبة لدارفور يعني تعتبر يعني عندها أهمية استراتيجية بالنسبة للطرفين بالتحديد، إذا تحدثنا عن البرهان أو حميتي اللي هو قائد بتاع الدعم السريع بالتحديد، لأنه المنطقة ارتبط بالشخصين ديل بالتحديد، لأنه ارتبط كذلك بالفترة المهنية حقهم. يعني كان عندهم أدوار مشتركة في إقليم دارفور بالتحديد. الخطورة برضو يعني امتداد الأوضاع في دارفور برضو ممكن تداعياته تمتد لدول الجوار. دارفور كإقليم تعتبر يعني بتجاور 4 دول، ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة لجنوب السودان. دارفور يعني منذ عقدين الماضيين برضو يعني شهدت 2003 يعني شهدت يعني أعمال عنف شديدة، كانت فيها ارتكاب أعمال ارتبطت بجرائم إبادة وبرضو انتهاكات كانت بشكل واسع. بالإضافة لكده بنشوف يعني كدارفور كمنطقة معظم أو حوالي يعني 1,500,000 من المواطنين بتاع السودان الموجودين في دارفور معظمهم موجودين في مخيمات النازحين. وشاهدنا برضو انه بامتداد الاشتباكات في دارفور برضو تأثرت بها برضو المواطنين، ده برضو بخلاف ما حدث في السودان. منطقة تعتبر حساسة جدا، بالإضافة انه كمنطقة بتعتبر عندها أهمية كبيرة بالنسبة لقوات الدعم السريع، بتعتبر يعني معقل مهم بالنسبة لهم. وكان من المتوقع انه كدارفور لابد انه المعارك تشتعل فيها. اذا افترضنا حاليا القوات المسلحه بتسعى ان هي كيف تقدر تبعد قوات الدعم السريع من الخرطوم، فمواقع العوده وإعادة التنظيم بتتم في اقليم دارفور بالتحديد. فالمنطقه بنعمل يعني في الفترات الجايه انه برضو ما يكون في تصعيد اكبر، لانه التصعيد في المنطقه مربوط باستهداف مباشر المواطنين، لانه كذلك بالاضافه للنقاط اللي احنا اشرنا اليهم قبل قليل، برضو العمل القبلي عندها تاثير وهي المحرك الرئيسي للصراعات الموجوده في المنطقه بالنسبه للقبائل العربيه الموجوده والمساليك كقبائل تعتبر ضمن القبائل الافريقيه. فدي صراعات تجددت وربما قد تشهد اعمال اكثر عنفا من ما شهدتها الخرطوم. طيب.